المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب، وديارنا معمرة برجالها ورجالها سود. يا طول اشمخ والمجد زادك شموخ، وكل ما شمخت الفوق زادت حلاكك، لا جبت المهود لا فرمت الجوخ، لا وسام الترك كانوا مناتك، هي منتك أمة عرب ما بها شروخ، والعود عنقه خط منهج وساطك، خمسة حمايم عصر حطان نربوخ وقوس القزح ومليح صدق رواتك. يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان، حنا روينا سيوفنا من القوم وما نرخصك مثل العفن بثمان. يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان، حنا روينا سيوفنا من القوم وما نرخصك مثل العفن بثمان، وان ما خذينا حقنا المهضوم، يا ديرتي ما احنا لك سكان، وان ما خذينا حقنا المهضوم، يا ديرتي ما احنا لك سكان، وان ما روينا سيوفنا من القوم يحرم علينا شفة الفنجان. سلطان الأطرش ترعرع في فيت طرشاني، والده المرحوم ذوقان ابن مصطفى ابن إسماعيل الأطرش الثاني، وأمه شيخة بنت منصور ابن إسماعيل الأطرش الثاني. وسلطان الأطرش الجنين في بطن أمه ذهبت لعند الشيخ، قالت له يا شيخ بدي أخبرك بالحلم. قال له شو الحلم؟ قالت له حلمت اني راكب اليوم على قوس قزح. قال له يا لطيف شو الحلم؟ قالت له هذا ما جرى. قال له انتظري. طب قال له يا شيخه انت حامل والمولود ببطنك عمره 4 أشهر، تنتظري للشهر التاسع، اذا ولدتي وجبتي ذكر بيكون سلطان زمانه. ولدت في 5 آذار الموافق ل 27 رمضان ليلة القدر ولادة سلطان باشا. قال له حسن مليح، قال له مبروك هالصبي يا ابو علي ذقان، شو بدك تسميه؟ قال له بدي اسميه علي. قال له لا بعد بيجيك علي، انا سميته سلطان. قال له كبير علينا يا ابو حمد. قال له لا مش كبير عليكم، الله عطاه ما بخل، بده يعيش عمر كامل، ما بغلق عليه باب سجن ولا بتنهان كرامته الساعة. حيف يا سلطان يا بن ران تجله بسمانا مكللا حسن وبداعة، بكل ضيم نرتجيه ونستهله، وبمظلمات الخطر نرقب شعاعة. ولادة سلطان كانت بال 1888. طفولته كانت طفولة يعني الوضع العائلي كان بسيط كتير، ولكن هو تعلم الفروسية وتعلم ركوب الخيل وتعلم استخدام السلاح، يعني كانت التربية كانت صلبة. عندما كان عمره حوالي 5 سنوات صار في نوع من المحاولة لتركيع الجبل، يعني أو محاولة عثمانية من قبل ممدوح باشا، واستطاعوا أن ينفوا والده ذقان وعمه أظن فايز. طبعاً العائلة أخذت إلى مكان آخر يعني لحمايتها وإلى آخره.
هذه أول حادثة كانت سلطان كان واعيها تكلم عنها، يعني كان عمره حوالي 5 سنوات، يعني 1893 تقريبا. الحادثة الثانية اللي هي حملة سامي باشا الفاروقي كانت سنة 1910 بتشرين أول. العثمانيون في ذاك الوقت حاولوا محاولة للسيطرة على الجبل ضمن هذه الحملة، تصدى لها شباب الجبل ورجاله ولم تنجح هذه الحملة، وطبعا كانوا من ضمن المتصدين ذقان الأطراش وسلطان ابنه وبعض وجهاء الجبل، ولكن استطاع سامي باشا الفاروقي أن يقبض على وجهاء الجبل ومن ضمنهم ذقان الأطراش. أخذوا من القرية من هون 16 واحد كبلوهم بالسلاسل معهم أبو علي ذقان بي الباشا، وصلوا فيهم على عكا، ومن عكا 60 يوم بعكا، بعد 60 يوم جابوهن على الشام للمحاكمي. ألقوا القابض الأتراك لاستعمار البغيض العثماني اللي حرق الأرض وحرق الشجر وحاول حتى يهجر الناس من المناطق وينكل فيها، فألقي القبض على ما فوق 100 شخصية من الجبل بهذاك التاريخ، واقتيدوا إلى دمشق بخدعة، فلما وصلوا دمشق ألقوا القبض عليهم، وكان من هؤلاء الأشخاص المرحوم جدي أحمد، وطلع فيهم حكم الإعدام بعد توقيفهم، وبدأوا بتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وكانوا على مراحل أنه على أساس كل نهار جمعة بدهم ينفذوا حكم الإعدام ب3 شخصيات منهم. قبل إعدام الشهداء في 6 أيار أعدم 6 شهداء من جبل العرب في 1911 بمجلس عرفي قام فيه سامي باشا الفاروقي، وأعدم 6 من زعماء ومشايخ جبل العرب، ومن بينهم كان ذقان الأطرش والد سلطان باشا الأطرش. تقول نادية خوست عن ذقان الأطرش أعطته لقب الشهيد العربي الأول قبل شهداء 6 أيار 1916. كوني حرس ميداني كان لي كرامي عندك بقبيتك أماني، أطفال يرحم أمك يا حنينة من شاني، الهني يبين سنك بلكي الأسى رح ينتسى بجاه الماسى يا مجيرتي. في الوقت ذاته أخذوا شباب الجبل إلى الخدمة الإلزامية، كان من ضمن سلطان وبعض الشباب، طبعا أخذوا حوالي 1000 شاب من الجبل، أولا إلى دمشق ثم إلى بيروت، ومن بيروت وضعوهم بسفن وأرسلوهم إلى منطقة البلقان، فوصل سلطان الأطرش مع رفاقه إلى سالونيك ومناستير، أيضا مناستير الآن في مقدونيا، يعني في يوغوسلافيا السابقة. في تلك الأماكن التي يهان بها العرب من الأتراك وهم جنود عسكريين للخدمة الإلزامية جاء خبر إعدام والده، قرأ الكتاب اتغير وجهه، قالوا له إخوانه اللي حواليه من شبان الجبل شباب يا سلطان اتغير وجهه، قال لهم هني أتراك أعدموا والدي ونعاني الله سأقف مضاجعهم، سأعمل على دحرهم، سأقاتل في سبيل سوريا ضد الأتراك. عاد بعدها إلى الجبل، وكان يعني هناك الكثير من الحقد في قلبه على أولا إعدام والده، وثانيا على القهر والاستبداد الذي كان يعاني منهم الوطن بسبب الظلم الاحتلال التركي بذلك الوقت. عند عودته ووجد أن أباه قد أعدم في عام 1911، فيعني زاد تعمق هذا الغضب إذا أردنا على الدولة العثمانية. في بدايات الحرب العالمية أيضا الأولى، عندما شعرت الدولة العثمانية أن بدأت يعني أمورها تهتز عالميا، حاولت داخليا استمالة كل الـ إذا جاز التعبير كل الزعماء أو كل الشخصيات التي لها شأن اجتماعي في سوريا،
ومن جملتهم سلطان باشا الأطرش. هنا مفيد أن نروي حادثة بسيطة، حينما أرسل الوالي العثماني فرمان كما كانوا يسمونه آنذاك بإعطاء لقب الباشا لسلطان الأطرش. هذه سلسلة ذهبية هدية، وهذا لقب الباشا. مسكهم سلطان بإيديه ثنتين أمام جمهور من الناس بالمضافي، قال توه 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 توه، يعني معنى جيد 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 جيد. هذه السلسلة الذهبية عيطوا لسمر. سمر هو الكلب الأسود، الكلب ذو اللون الأسود. عيطوا لسمر علق السلسلة برقبة الكلب. نتيجة تحرير دمشق، ولأنه شباب الجبل بقيادة سلطان الأطرش هم الذين استطاعوا تحرير دمشق قبل دخول الأمير فيصل في 2 تشرين الأول، أقر الشريف حسين والأمير فيصل إعطاء لقب، يعني رتبة عسكرية بمعنى أمير لاي، لقب باشا لسلطان الأطرش. كانت هي رمز لنوع من التقدير لتحرير دمشق. وباشا بعادوا بالجيش العربي السوري رتبة لواء، أخذ الباشوية من الشريف حسين، وما رضي يأخذها من إسطنبول من الدولة التركية، وقال كلمة المشهورة: نحن ما نقبل ألقاب من أجناب. يعني كان معروف عن الباشا أنه يكره لقب الباشا، ولكن لقب الباشا العثماني. ومن هنا شارك في، يعني لبى دعوة الشريف حسين وشارك في الثورة العربية الكبرى. ذاك الرجل التاريخي المميز سلطان باشا الأطرش، نداء الثورة العربية الكبرى عندما أطلقت نداءاتها من بيت مكة بقيادة الشريف الحسين بن علي. أرسل إلى الشريف حسين وفد كان على رأسه الشاعر والفارس يوسف شويري وبعض وجهاء الجبل، أرسلهم إلى الشريف حسين في مكة برسالة شفهية واضحة بأن الجبل جبل العرب من أدناه إلى أقصاه مستعد لأن يكون بأمر هذه الثورة ضد الأتراك. سلطان الأطرش حاصر قلعة بصرة قبل أن وكان بها أكثر من 600 عسكري ألماني، وتمكن من أسرهم وتقديمهم إلى قائد جيوش العرب، واحتل القلعة. المعركة كانت دامية جدا، استمرت 3 أيام بليليا. الليمبي قال لفيصل: من يدخل دمشق أولا فدمشق له. فيصل بجيشه كان بعيدا جدا عن دمشق، من الجهة الأقرب إلى دمشق كانوا ثوار جبل العرب. هذا الرجل قام بدور طليعي في الثورة العربية الكبرى، وسار مع زحوف الجيش العربي من العقبة حتى الأزرق، مركز قيادة القوات الثورة العربية الكبرى. أرسل فيصل إلى سلطان اللقاء في دمشق، يعني ادخلوا دمشق قبل الليمبي. وهكذا كان، ذهبوا يعني ذهب ثوار الجبل بقيادة سلطان الأطرش إلى الكسوة، وكان في معركة هائلة في تلول المانع، وتحديدا في قرية الدير علي التي شهدت قتالا داميا يوم 28 أيلول و 29 أيلول من عام 1918. وعند تلول المانع قيل أن هناك جسرا ملغوما على الثوار أن لا يعبروا،
فتقدم الفارس جاد الله شلهوب وقال: إذا كان هناك جسر ملغوم فخلي هذا اللغم يطلع فيه، ورفاقنا حتما سيعبر إلى دمشق. كادت تميل كفة المعركة لصالح الجيش العثماني لو لم يبادر سلطان باشا إلى زحف نحو المدفعية العثمانية، وكان الذين يطلقون من هذه المدافع ضباط ألمان، فاتجه نحوهم واشتبك معهم في السلاح الأبيض هو وفرسان بني معروف، واستطاع أن يسكت صوت المدافع. بعد إذن تغير وجه المعركة عندما سكتت المدفعية العثمانية، وتمكن من أسر رضا باشا الركابي قائد الجيش العثماني. وعندما وصلوا إلى مشارف دمشق جاء أمر من الكولونيل اللامبي الذي كان في على يزحف في جسر بنات يعقوب بأن يتوقفوا عن الدخول إلى دمشق، إلا أن السلطان باشا رفض أوامر اللامبي وظل هو وجماعته من فرسان بني معروف اتجهوا نحو دمشق، وبخلال ثلاث أرباع ساعة كانوا في محطة الحجاز في قلب العاصمة. وكان استقبالا شعبيا رائعا. دخلوا في 30 أيلول 1918 بينما الليمبي وجيش فيصل دخلوا في 2 تشرين الأول 1918. وتسلق الشيخ صالح طربي على أكتاف علي الأطرش وأنزل العلم العثماني ورفع العلم العربي بعد أن ظل العلم العثماني يرفرف فوق سماء دمشق وسوريا أيضا أكثر من 400 عام. وبدأوا يغنون: وسعوا المرجي ترى المرجي لنا، وسعوا المرجي لتلعب خيلنا، عرش المظالم انهدم والعز طب بلادنا، راحت عليكم يا عجم خوض المغارك دابنا، حنا حماتك يا عالم برواحنا وكبادنا. إذن بعد تحرير دمشق في سنة 1918 الأمير فيصل حاول يشكل الحكومة العربية وحاول أن يعطي منصباً لسلطان الأطرش. سلطان الأطرش رفض. سلطان الأطرش كان بالنسبة له المواقف الوطنية لا حاجة لأن يكون مقابلها أي شيء، إذن هو رفض أي منصب سياسي، وهذا ما تكرر فيما بعد. جاء إنذار غورو إلى الملك فيصل بحل الجيش. الملك فيصل للأسف قبل إنذار غورو ونفذ. في ذاك الوقت كان عند سلطان نظرة واضحة ألا وهي أرسل وراء الملك فيصل حمد البربور، راحوا على بصرة ما لحقوا، راحوا على حيفا على فلسطين، وجدوا الملك فيصل على الطراد البريطاني الذي سيحمله إلى أوروبا. كانت الرسالة من سلطان إلى الملك فيصل بهذا الوضوح: تعال إلى محافظة الجبل، إلى محافظة السويدة، يعني لي إعلان المقاومة من هناك تحت راية الشرعية اللي هو الملك. إذن فكر سلطان كان واضحا بأنه يجب أن نقاوم الانتداب الفرنسي ولكن تحت راية الشرعية، راية الملك فيصل، وانطلاقا من جبل العرب. للأسف أن الملك فيصل قال لحمد البربور آنذاك: قل له لسلطان فات الأوان. جرت معركة ميسلون ب 24 تموز 1920. عندما علم سلطان بتحضيرات يوسف العظمى
كمان هو عمل تحضيرات لخيالته وشباب وذهبوا باتجاه الشمال. وكانت معركة ميسلون التي دخل بعدها الجيش الفرنسي إلى سوريا وبدأ يتوغل في سائر أرجاء الوطن. جاء خبر استشهاد يوسف العظمى في ذاك الوقت إلى سلطان. وقتها قال سلطان خسارة معركة لا يعني خسارة الحرب، نحن يجب أن نتابع المقاومة. وتابع سلطان الأطرش نضاله ضد المستعمرين إن كانت تركيا أو الفرنس. دخل غولو دخل يحيي الصليبيين سافر عدنا يا بطل حطين. غولو الحاقد ما ترى بسلاحنا بكل لفي بكل بلطة في صلاح الدين. غولو الحاقد ما دري بسلاحنا ولا عرف شو معنى الحدى بفراحنا. عقب الهزايم فلم تارك ساحنا وخلى لنا صهيون يذكي جراحنا. أهاني أندريا وصممت على فرنسة باريس، زرعت أرض جيوش الاستغلالي وحطت ثقلها الاستعبادي وبثت سمومها لتفريقي وقتلي. هتفني جدي ناشدا عن بلطته وادعها شهيدا قبل الكفر ضد سامي باشا. أثارني هاتفه وأرشدني تاريخه وأيقظني الضمير ونخاني الوطن وقادني سلطان وشالتني الكحيلة وتقدمني المجوز ويا منطني البلطة ويا سرني خبز الشعير وتحت الأرض المجمولة بدم الشهداء وحولي بني معروف وغنى فوق رأسي البيرة في مدخل الكفر بعد اجتماع العجل. ال22 جرت حادثة أو محاولة اغتيال الجنرال غورو اللي قام فيها أدهم خنجر الصعبي واللي هو من جبل عامل في جنوب لبنان مع الشهيد أحمد مراود فيما بعد يعني شهيد. طبعا فشلت المحاولة وغورو بقي على قيد الحياة. لجأ إلى القرية ولم يستطع أصلا الوصول إلى منزل سلطان الأطراش. كان سلطان رحمه الله كان موجود خارج البيت في بلدة أم الرمان. عندما عاد علم أن أدهم خنجر كان لاجئا عنده وأتى الاستعمار جنود الاستعمار الفرنسي وأخذوا أدهم خنجر إلى قلعة السويداء، جرد حملة صغيرة أو مجموعة من المجاهدين الثوار وتوجهوا إلى قلعة السويداء وتمت محاصرته. سلطان الأطرش نام في هذه المضافة ليلته وكتب إلى المشايخ العقل وكتب إلى زعماء الدروز رسائل كثيرة بخصوص عدم احترام الفرنسيين للبرنامج الموقع ما بين الدروز والفرنسيين فيما يعني احترام عادات الدروز وخاصة عادة يعني المستجير. وجاءت مصفحات، ثلاث مصفحات اعتقد سلطان ورجاله بأن في هذه إحدى هذه المصفحات موجود أدهم خنجر وسيهربونه خارج السويداء. فجرت معركة ضد هذه المصفحات في منطقة اسمها تل الحديد، فاستطاعوا تعطيل هذه المصفحات. إحدى المصفحات استطاعت الهرب ولكن لم يكن فيها أدهم خنجر وقتها. انقتل الكابتن بوكسان وانقتل عدة جنود فرنسيين وأسر حوالي 4 جنود. بعد رجوعه عرف أن وشاهد أن الفرنسيين دمروا دار سلطان، فقال المرحوم سلطان باشا الأطرش هذه الجملة: الحمد لله، الحمد لله، الدار اللي ما بتحمي دخيلها لازم تتهدم. هذه ما سميت ثورة سلطان الأولى. هذه الثورة
قلت الثقة بهي ما يسمى الدولة الدرزية، وزادت من أسهم سلطان باشا كزعيم مقاوم. بعد ذلك طبعا حكم على سلطان الأطرش بالإعدام. إذا ثورة سلطان الأولى بخصوص أدهم خنجر كانت الشرارة التي ولعت تماما النفوس في هذه المنطقة المتعطشة للحرب ضد الفرنسيين، لأن سكان الجبل لم يقبلوا الانتداب الفرنسي عليهم، ولم يقبلوا دولة جبل الدروز، ولم يستكينوا على الإطلاق لا لترانكا ولا لمن أتى بعده. المندوب الأول كان جنرال ترانكا، بعد نقل جنرال ترانكا ونقل غورو أيضا، وأصبح ساراي هو المفوض السامي لسوريا ولبنان. فأرسل ضابطا برتبة كابتن اسمه كربي، هذا أرسله مندوبا إلى سويداء. هذا الرجل حاول أن يحكم الجبل ويتولى أموره ومقاليده، فرفض الأهالي ورفضوا الاعتراف به كحاكم، وقامت المظاهرات والاحتجاجات من قبل شباب السويداء. هنا يعني ما يسمى بالشرارة الأولى للثورة، والحقيقة أنا أفضل تسميته الانتفاضة الأولى، يعني هذه بالمعنى العام حجي لدى سلطان الأطرش للانتفاض على الفرنسيين، يعني لإظهار رأي معارض لما جرى وللاعتداء على عاداتنا العربية الأصيلة وإلى آخره. هذه أيضا يعني بنفس الفترة أيضا جاء إبراهيم هنانو من الشمال لاجئا إلى سلطان الأطرش ليسهل له الذهاب إلى الأردن، ظانا أنه يمكن أن يأخذ دعما من هناك، وعرض عليه سلطان باشا البقاء في القرية وتشكيل فصائل مسلحة وإعادة تنشيط الثورة، وكان له مشروع آخر، يعني بمعنى لأنه كان يعني محكوم. حين تجمعت البيارق في العين لملاقاة نورمان الذي قال هؤلاء في خمس بواريد بطردهم للعناد، وعندنا أسلحة تكفينا ثلاث شهور، قال الباشا شميت ريحة البارود من الكفر حتى العين. انطلقوا إلى الكفر بمدة ساعتين مستو، وكانت المعركة بديت وانتهت بخمسة وأربعين دقيقة، وكان النصر بجانب. وجاء أحد الثوار من جاء سيف نورمان وحصانه، وعملت قصيدة وعممت على العالم سيف نورمان في صرخة، وما زال هدي بالصرح بالقريب. سقط حكم الإعدام عن سلطان الأطرش، فعاد إلى الجبل واستقبل وقتها استقبال شعبي رائع، وكانت هذه هي المعركة الأولى، ومعركة يعني كسب فيها شباب الجبل رفع معنويات وذخيرة وبداية حقيقية للثورة الكبرى ضد الفرنسيين. في هذه المعركة استشهد شقيق سلطان مصطفى، كان الشهيد الأول. وقتها سلطان قال يعني طبعا شقيقي غالي علي بس مو أغلى من الشهداء الآخرين. عندما خيم الجيش الفرنسي بكامل قواته وعدده وطائراته في منطقة أزرع في حوران قبل الهجوم على أراضي جبل عرب، هنا مع الأسف الشديد ذهب أحد الأصدقاء الفرنسيين إلى بيروت إلى قصر الصنوبر، حيث الجنرال سرايل المفوض العام لدولتي سوريا ولبنان، ناصحاً الجنرال قائلاً له بالحرف الواحد: المنطقة الجغرافية معقدة والأكثر تعقيداً السكان، أنصحك أن تسعى لسحب السكان إلى سهل حوران، وهناك تفعل المدفعية والرشاشات فعلها،
هنا عندما ترجمت هذه العبارة وهذه النصيحة إلى الجنرال سرايل ابتسم وأشار إلى ساعة جدارية عربية قائلا بالحرف الواحد بما معناه أنه ارتاح وخفف عندما ينتقل هذا العقرب من هذا المكان ويصبح في هذا المكان، أي على مدار 24 ساعة يكون الجنرال ميشو قد اقتلع السكان من جذورهم التاريخية. المعركة الثانية يلي كانت لها دوية عظيم هي معركة المزرعة. وفي 2 آب 1925 جرت معركة المزرعة، هذه المعركة التي تعد الطليعة في معارك العرب في الوقت الحاضر. وكان عدد الضباط والجنود الفرنسيين في حملة ميشو 13,000. وفعلا صحت نبوءة الجنرال سراي، ولكن بالاتجاه الآخر. في اليوم الثاني نقلت الصحافة الألمانية عبر طبعا أسلاكها إلى بيروت خبر سحق الجنرال ميشو ونجاء هذا الضابط بإعجوبة، وانتقل الجيش الفرنسي من عالم الكون إلى عالم الزوال، حيث قتل من الفرنسيين ما يزيد عن الآلاف. وكانت عبرة لمن يعتبر ومفخرة من مفاخر معارك العرب. 4 ليالي من ليالي المعت مات لما حيطان المزرعة صاب غناه، انتحر الجيش الفرنسي انتحارا لا يوصف. أيضا يوجد شعار كانوا يتبنوه إخوان أجدادنا وأهلنا بهذا التاريخ بال25 بأن سلاحنا هو بيد عدونا، فكان لابد منه يتواجه أهلنا مع العدو لمنه ياخذوا من إيده السلاح ليقارعوه فيه. فهذا الأمر من ثبات العقيدة وثبات الموقف. فبنقول نحن العين ما بتقاوم مخرز، لا بتقاوم مخرز. في ذاك الوقت الثورة السورية الكبرى أثبتت أن العين تستطيع أن تقاوم مخرز إذا في إرادة، إذا في إرادة مقاومة عند الناس. كان بذلك الوقت الجيش الفرنسي من أقوى جيوش العالم، واستطاعوا أهلنا والثوار بقيادة المغفور الله وسلطان الأطرش أن يحققوا نصرا كبيرا على جيش من أعتى جيوش العالم بالأسلحة البسيطة، السيف والسكين والبلطة وأحيانا العصا. وقد اعتمدوا في كثير من الأوقات على أخذ سلاحهم من يد عدوهم. في ذاك الوقت وصل الخبر إلى البرلمان الفرنسي، فقام برلمان فرنسا ولم يقعد، إنه شو مين هدول الذين استطاعوا كسر هيبة دولة عظمى مثل فرنسا. فرنسا أكبر جيش بالدنيا آنذاك، كيف لثوار أو مجموعة بسيطة من الفلاحين أن يدمروا جيش ميشو؟ فما كان من الشاعر العربي واليعربي رشيد سليم الخوري الشاعر القروي يتحدث بشاعريته المعروفة، خاطب الصحافي: حدث فإنك صادق يا طرس، من لامس الرأي كمن يتلمس، قل يا غريب الدار عنا ما ترى، حقا فإن الحق لا يتجنس، يا خير من ثبتوا على صهواتها والهام تحت نعالها تتكدس، ابكوا معي لبنان فإن بكاءه فرض على أهل الجهاد مقدس، وحسام سلطان وهل من سامع بحسام سلطان ولا يتحمس، وليحيا كل مدافع عن قومه وبلاده وليسقط المتفرنس. الرحمة للشاعر القروي الكبير الذي عطر المكان وثبت حقائق الثورة السورية الكبرى. سيفنا سلطان ما سيفني في الله، غير حد الموت ما ضده مناعة، وجمع أبو طال لكان الشعب كله، السلاح من العداع وبراعة، وان ذكرت المزرعة والعز لله، نصر حاسم والفرنسي حط طاعة، فعالهم ما وده شهود وأدلة، العدو اللي اعترف يشكي وجاعة. إذن بعد معركة المزرعة كان هناك أسرى فرنسيون في يد الثوار،
حاول الفرنسيون إجراء مفاوضات مع سلطان الأطراش بشكل مباشر، رفض مقابلة أي فرنسي ولكن أرسل مندوبين عنه، وكان الشرط الأول أن المفاوضات لا تستمر أكثر من 3 أيام، ثم أن يقدم الأسرى ولكن بمقابل أن يفرج عن كافة وجهاء الجبل الذين كانوا منفيين في تدمر، منهم عقلة القطامي، نسيب الأطراش إلى آخره. والوطنيون السوريون وعلى رأسهم دكتور عبد الرحمن شهبندر الذي وصل بعد 21 آب 1925 إلى الجبل، أقروا في اجتماع ريمة الفخور أن تكون هذه الثورة ثورة عامة وسميت بالثورة السورية الكبرى. نودي بسلطان باشا الأطراش قائدا عاما لهذه الثورة، وأن يكون دكتور عبد الرحمن شهبندر ناطقا باسم الثورة ومهتما بالأمور السياسية. طبعا الأمور السياسية لم تنفصل عن الأمور العسكرية، يعني دائما كان هناك تشاور بين سلطان الأطراش وعبد الرحمن الشهبندر في كل ما يخص الثورة سياسيا أم عسكريا. وفي 23 آب 1925 أصدر سلطان باشا الأطراش بيانه الشهير إلى السلاح، إلى السوريين. أهمية هذا البيان أنه ينادي لكل السوريين بالانضمام إلى هذه الثورة وتأييدها في سبيل تحرر البلاد. ولكن من المهم بمكان أن نذكر أن أول هدف للثورة السورية الكبرى في هذا البيان كان توحيد سوريا ساحلا وداخلا، ثم الاستقلال التام عن فرنسا وتحرير البلاد. في الحديث عن شعار الثورة السورية الكبرى الدين الله والوطن للجميع، يعني لابد من فصل نقطتين. الدين لله بمعنى أن لكل إنسان علاقته بربه دون أي يعني تأثير للآخرين، دون أي علاقة بالآخرين، هذا شأن شخصي بين الإنسان وربه. الوطن للجميع، الوطن لكل أبنائه، لكل بمختلف أطيافهم، طوائفهم، دياناتهم، علاقتهم بالوطن، هم متساوون في الحقوق والواجبات أمام الوطن. من هذا المد نظر إلى الوضع السوري وإلى التركيبة السكانية في سوريا، فوجد أن التعددية في سوريا هي الطاغية على هوية الشعب السوري، فبحث عن وسيلة تجمع هذا الشعب تحت كلمة واحدة، فوجد ذلك محصورا بالوحدة الوطنية، وقال قولته المأثورة: إن الدين لله والوطن للجميع. وهذه العبارة إذا أردنا أن نفسرها وندرس أبعادها ونعرف معانيها، فهي ليست لتحييد الدين أو إلغاء الدين أبدا، إنما جاءت لجعل الدين هو الوسيلة الحافظة والضابطة لجمع الكلمة وللمحافظة على الآخر ولعدم إلغاء الآخر ولتقوية بنية الشعب السوري. انطلق من مبدئه الأساسي الذي يقول بأن الدين لله والوطن للجميع، وقاد الثورة من أجل أن يكون بلده حراً، ومن أجل أن يكون شعبه كريماً مصاناً وحراً في أرضه. فالحقيقة ثورة 25 المميز فيها بأنها وحدت الشعب السوري بفكره وبتطلعاته في سبيل الدفاع عن الأرض وكسر المستعمر الفرنسي على أرض سوريا. هذا الشعار أهميته أنه فرنسا التي كانت دولة علمانية من عام 1905 وفيها أول قانون علماني في أوروبا كلها، عندما احتلت بلادنا لم تكن علمانية على الإطلاق، وإنما قسمت البلاد على أساس طائفي. طيب، الثورة السورية الكبرى كانت علمانية بامتياز،
وواجهت الفرنسيين بصفعة كبيرة ضد هذا التقسيم الطائفي ورفض هذا التقسيم الطائفي بأن رفعت هذا الشعار الدين لله والوطن للجميع. كان نهجاً في الثورة السورية الكبرى وكان نهجاً في حياة سلطان بشكل دائم. كان هناك علاقة وصداقة بين سلطان باشا الأطرش والمطران سماحة رحمه الله اللي كان مطران حوران وجبل العرب. توجد في القرية رعية من المسيحيين عددها قليل، أرادوا أن يبنوا كنيسة لهم، فوضع حجر الأساس هو والمطران سوية. عندما ذهبوا لكي يضعوا حجر الأساس وجد أن الكنيسة صغيرة، لأنها كانت قد صممت لتسع الرعية المسيحية القليلة العدد، فطلب من المطران أن تكون الكنيسة أكبر، وقال له قولته الشهيرة أننا نريد كنيسة لجميع سكان القرية لأننا سنفرح بها مع المتزوجين وسنودع فيها أيضاً الراحلين. بس ودا وبالكفر وبكل تلة، كم شهيداً سطر بدمه صراعه، لو سمعنا العمر عنك ما نمله، وان كتبنا الدهر ما جفني راعه. يا سليم للمجد يا ابن الاسله، يا رفيع الشان من عهد الرضاعه، بك جنان الخلد رحب ثم هله، ألف رحمة تغمر الروح الشجاعة. وبهذا عملت فرنسا على رد اعتبارها بعد معركة المزرعة، التقت مع الثوار وهاجمها الثوار في لمسيفري التي كانت هي معركة بكل المقاييس العسكرية هامة، لأنها فرضت على الثوار في مكان سهل وليس مثل معركة المزرعة مكان وعر. وهذا المكان السهل رغم انفتاح المكان استطاع الثوار أن يكبدوا الفرنسيين خسائر فادحة جدا في الأرواح والعتاد، ولكن أيضا دفعوا ثمناً باهظاً في أرواحهم هم أيضاً. معركة المسيفري كان فيها بطولات كثيرة جداً وبطولات فردية خصوصاً، ولكن الارتجال والإقدام والمغامرة وعدم وجود تخطيط أدى إلى شهداء كثيرين من الثوار. سئل المرحوم سلطان الأطرش في مضافته من قبل الدكتور نعيم رفاعي، قال له يا باشا بدك تشرح لنا عن معركة المسيف. قال المرحوم سلطان بصوت ونحن حضور شهود، قال معركة المسيف تضاهي معركة المزرعة بانتصارنا. قالوا يا باشا ما كثير انكسرنا. قالوا لا 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 لا, لا ما انكسرنا، راح مننا ما يقارب 325 مجاهد، لكن نحن بهجومنا على لمسيفري خربنا تجمع عسكري قوامه 10,000 جندي فرنسي. استمرت الثورة طبعا فترة طويلة جدا على عامين يعني كاملين. استطاع الفرنسيون أن يعودوا ويدخلوا السويداء، وصارت معركة كبيرة اسمها معركة السويداء أيضا. واستمرت المعارك متتالية إلى انتقلت المقرن القبلي، المقرن الشرقي، المقرن الغربي والشرقي، عمت كل أرجاء المحافظة. لم تتوقف المعارك، استمرت أيضا وخصوصا في المقرن الشمالي، وانتقلت إلى نوع من حرب العصابات، وكان طبعا من الثوار المعروفين في تلك المنطقة محمد عز الدين الحلبي. وبدأ السلطان الأطرش يفكر بأن تكون الثورة عامة، وهذا هو كان رأيه منذ البداية، فبدأ بالمساعدة في إرسال الخيالة والذخيرة والشباب إلى داخل دمشق، إلى الغوطة، إلى منطقة إقليم البلان، سفح جبل الشيخ، راشية، حصبية، إلى أن وصلت الثورة وامتدت إلى الأكروم والضنية وقرب بعلبك، وأيضاً إلى حما، وشرقاً إلى تدمر. إذن الثورة لم تكن محلية وإنما كانت بهدف
تحرير كامل البلاد وتوحيد كامل البلاد داخل سوريا. فبادر ثوار دمشق وغوطة دمشق وثوار حماة بالاتصال بسلطان باشا وقيادة الثورة في السويداء، وقرروا إشعال الثورة في مناطقهم للتخفيف عن جبل العرب ولجعل الثورة وطنية بامتياز. خلف كنسور الجو شهب وردي وميدة الزغبي فوق حيفا محلقة، خلفك عناصر جيش غلن معربتي والسام يحكي والمدافع دافقة، خلفك ربع يوسف العظم الماردي وصربة هنانو فرقة مريو وقلقة، خلفك حلب حوران هبي زغردي حمص وحمى أهل الجزيرة ومن بقى، الشيخ العلي درع البطولة مرتدي يا ابن القمش اللي بصربت الدير الحقة، خلفك الرقة والسيوف مجردي وجموعهم يوم الحرائق السابقة، لك خلفك بني معلوم ينتفرش هدي بهز القناة سلطانهم يطردنا. وابتدت الثورة السورية الكبرى إلى كل أنحاء سوريا بالتعاون مع باقي الثوار في من مناطق سوريا، الشيخ صالح العلي، ابراهيم هنانو، حسن الخراط. انضم الى هذه الثوره ايضا عرب كانوا متواجدين مثل احفاد الامير عبد القادر الجزائري والذي اصبح شهيدا فيما بعد الامير عز الدين الجزائري، والذي عندما استشهد في موقعة بسيمه وادي برده كانت النهاية تماماً لمعارك الغوطة في الجزائر. كنت بمعية أحد أساتذتي أنا في الجزائر يرتدي الزي العربي، كنا نعلم في حي مدني اسمه المدنية، حي شعبي، وإذا شيخ طاعن في السن يقترب منا على عكازه سألنا أنتم من أي من جبل العرب؟ قال يعني جبل الدروز، قلنا له على الخير والشر. قال لكم دين علي، أنا أدعوكم لحضور حفلة عشاء أو غداء عندي. اعتذرنا منه لأنه أصر. جمع أسرته وأحفاده جميعا، والعادة عند الإخوان الجزائريين لا يستقبلون في بيوتهم إلا أقرب الناس إليه. قال سأتحدث إليكم يا أبنائي أن لهؤلاء القوم لهم دين في عنقي. سألناه ما هو هذا الدين يا شيخ؟ قال ذهبت مع الفرنسيين لمقاتلة كما كانوا يسمون قيلهم الكفار في سوريا. ذهبنا إلى سوريا، شاركت في معركة لم تدم طويلا، أسرت من قبل الثوار بقيادة سلطان باشا أطرش، قادوني إليه وأنا أرتجف خوفا من أن أعدم. سألني السلطان كما يسميه هو من أين أنت؟ قال لهم من الجزائر. قال له هل أنت من جماعة الأمير عبد القادر الجزائري؟ قال له أهلا وسهلا بك. ارتحت نفسيا، فقلت له السلطان، قلت سوف اسمح لي أن أشارك لكم معكم بالمعركة. قال له نحن لسنا بحاجة إليك كشخص، وإنما بحاجة إلى سلاحك، أعطينا سلاحك. وأوعز إلى شخصين من الثوار أن يرافقوني إلى مدينة السويداء وهناك أطلق سلاح. قال له اذهب وخبر ربعك عما شاهد. السلطة الفرنسية أيضا حكمت بالإعدام على سلطان الأطرش في ذاك الوقت، وليس فقط عليه وإنما على كل الوطنيين ومنهم عبد الرحمن شعبندر. بدأ الضغط بشكل كبير على الثورة السورية، خاصة بعد الأمير عبد الكريم الخطابي في ثورة الريف في المغرب سلم نفسه للفرنسيين وتوقفت الثورة في المغرب، لأنه في ذاك الوقت تزامنت هاتان الثورتان، وكان في مراسلات أيضا بين الثورتين، بين عبد الكريم الخطابي وبين سلطان الأطرش. ولكن بتوقف ثورة الريف بدأت القوات الفرنسية تزداد في ضغطها على الثورة السورية الكبرى، والحقيقة أنه استطاعت أن يكون الضغط كبيرا فتوقفت، بدأت الانسحابات يعني من الثوار إلى شمال الأردن حاليا منطقة الأزرق. الانتداب البريطاني سهل للفرنسيين الضغط على الثوار أيضا في منطقة الأزرق بأن حاصرهم ومنع عنهم المياه تماما في منطقة الأزرق، فاضطروا أيضا للانسحاب في صيف العام 27 إلى منطقة وادي السرحان.
بمعنى أنهم لم يستسلموا، لم يلقوا السلاح، فضلوا أن يذهبوا إلى المنفى وأن يعيشوا عيشة ضيقة جدا في يعني تلك البلاد الصحراوية على أن يبقوا في ظل الاحتلال. عاشوا مع عائلاتهم في هذه الصحراء عيشة يعني عيشة قاسية جدا. كون المعارك توقفت هذا لا يعني أن المقاومة توقفت وأن العمل السياسي توقف، ولذلك سلطان الأطرش كان يعتبر أن الثورة السورية الكبرى لم تكن سنتين إنما كانت 12 سنة، يعني من سنة 25 لسنة 37، لأنه طول فترة وجوده في وادي السرحان كان هناك طبعا مشاورات مع الوطنيين السوريين والعرب اللي توزعوا بين مصر والقدس، إلى أن قرروا أن يقيموا مؤتمر الصحراء المعروف في تشرين الأول من عام 29، وكان برئاسة سلطان الأطرش، واللي كان فيه قرارات هامة، استمرار في المقاومة بنفس الوقت التفاوض ولكن من أجل الاستقلال وتحرير سوريا. قرارات هذا المؤتمر أثرت تأثيراً كبيراً في النهج الوطني اللي قام فيه الوطنيون السوريون في ذاك الوقت. بدأ ضغط آل سعود على سلطان الأطرش أنه تسليم السلاح والخيار إما الدخول إلى منطقة الجوف في السعودية أو الخروج من وادي السرحان بشكل نهائي. طبعاً سلطان الأطرش رفض التخلي عن السلاح ورفض أيضاً الدخول إلى الجوف لأن المنطقة تصبح بعيدة تماماً عن ما يجري في سوريا في ذاك الوقت. وبدأ الوطنيون السوريون منهم شكري بيك القوتلي دكتور عبد الرحمن شهبندر بمحاولة حلحلة هذا الموضوع، إما بالتفاهم مع الملك آل سعود أو بمحاولة إيجاد مكان لجوء آخر، واللي سلطان الأطرش أيضا رفضه واللي هو العراق. حاولوا أن وكانت مساعي دكتور عبد الرحمن شهبندر أن يتكلم مع الملك فيصل ملك العراق آنذاك، ولكن أيضا سلطان الأطرش رفض هذا الموضوع، كان يريد أن يبقى في هذه المنطقة القريبة. بعد ذلك هذه المفاوضات أثمرت بشكل جيد وبقي الثوار في مكانهم ولم يستغنوا عن سلاحهم في وادي السرحان من سنة 27 إلى سنة 32. بعد 32 سمح لسلطان الأطرش ورفاقه بالدخول إلى شرق الأردن، ولكن بشرط أن يبقى سلطان الأطرش في منطقة الكرك إقامة إجبارية، ولم يعودوا حتى تحققت أمنية البلاد بعقد المعاهدة السورية الفرنسية عام 1936 وصدور عفو عن الثوار. لذلك عادوا في عام 1937 واستقبلوا في دمشق استقبال الفاتحين، واستقبلوا أيضا في السويداء استقبال الفاتحين، وكان هذا بداية التحرك طبعا نحو الجلاء. ولكن فرنسا ماطلت كثيرا لأنه تغيرت حكومة اليوم بلوم الاشتراكية التي هي عقدت المعاهدة، تغيرت وعادت فرنسا لسياستها الاستعمارية وصارت تماطل. هنا استمر نوع من الكفاح السياسي وخصوصا المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات المشهورة. محافظة السويداء إذا تحررت قبل حوالي عام من باقي مناطق القطر العربي السوري، وكان في دمشق حكومة وطنية، وقرر الضباط وصف الضباط يعني المنتمون إلى ما يسمى جيش الشرق في منطقة جبل العرب بالقيام بانقلاب على الحامية الفرنسية في جبل العرب. وفعلا خطط لهذا الانقلاب في بيت الدكتور توفيق عز الدين حلبي، وأخذ الموافقة من الحكومة الوطنية في دمشق ولكن بالسر. في الساعة 6 صباحا من يوم 29 أيار كانت كل المواقع الفرنسية قد دخلها الثوار وأنزلوا الأعلام الفرنسية ورفعوا بدلا عنها العلم العربي السوري. بعد استقلال سوريا عام 46 عرض على سلطان باشا الأطرش أن يكون له أي منصب يريده يعني أو أي تعويض مادي، ولكنه رفض وقال نحن بذلنا ما نستطيع من أجل الحصول على الاستقلال، وهذا قاله للسياسيين، ولكن نحن
قمنا بما علينا، أنتم عليكم حماية هذا الاستقلال. عندما كلف مرحوم فارس الخوري برئاسة الوزارة فقال له يا سلطان أنه فلان راح يشكل الوزارة، وقال لهم هو حيحكمنا بالإنجيل أو بالدستور، فقالوا له يا سلطان يا باشا بالدستور طبعا، قالوا وماله طبعا يحكمنا بالدستور. يعني هذا الكلام طبعا من شخص له دلالة، يعني أنه المسألة مسألة وطن وليست مسألة طوائف ومذاهب، ولذلك استطاع بصدقه هذا وعدم طلبه مكسبا من أي نوع لذاته أن يكسب كل الشعب وأن يكسب قلوب الناس. تمتع طبعا بالاحترام الكبير وتمتع بالتبجيل من كافة أبناء القطر العربي السوري أيضا وليس فقط والوطن العربي، حتى يقال أنه عندما الرئيس جمال عبد الناصر زار السويداء ويدخلون إلى القاعة فلم يقبل مرحوم جمال عبد الناصر أن يدخل قبل سلطان باشا، فقال له أنت رئيس دولي، قالوا أما أنت فزعيم ثورة حققت هذه الدولة. وكان غالبا ما يكون في مزرعته، وهناك كثير من السياسيين أتوا لزيارته فوجدوه في المزرعة. هناك حادثة لأحد السياسيين لا أذكر اسمه، عندما زاره في المزرعة وجده جالسا على الأرض ويفطر بندورة وزيتون، ففرد منديله وأراد أن يضعه على الأرض ليجلس عليه، فقال له لا تترك فاصلا بينك وبين الأرض، التصق بالأرض. الحقيقة هذا كان خط سلطان الأطرش وخط الثوار في سوريا، إنه انتصفوا بالأرض وكافحوا من يعني وقدموا الكثير وجبلوا الأرض بدمائهم. إذن بالنسبة لوصية سلطان الأطرش أهميتها إنه هو أول ثائر في هذه المنطقة يترك وصية سياسية، يعني هو أوصى العرب كلهم أن يعودوا إلى تاريخهم، أن يجدوا في هذا التاريخ ما يساعدهم على مقاومة الاستعمار. تاريخ وفاة الباشا كان حضور بأعداد هائلة من الناس، وكل من حضر كان يعتبر نفسه بأنه هذا واجب للمشاركة، لأنه هذا الشخص اللي قدم الاستقلال وقاده بالشكل الصحيح كما ذكرت، وبدون أي شيء من الميزات الخاصة اللي كان يركض من شانه، كان يركض دائما أو يسعى للاستقلال، والاستقلال كلمة الحقيقة لها معناها في صدور الشرفاء. الاستقلال هو الحياة، الاستقلال هو الكرامة، الاستقلال هو القرار الصحيح اللي بيخدم ابن البلد. فرحم الله الباشا سلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى، ورحم الله جميع الشهداء الذين قضوا معه في سبيل تحرير هذا الوطن من جور الاستعمار الذي كنا نعاني منه بذاك التاريخ. الحديث عن صرح الثورة السورية الكبرى يعني لابد من توضيح أهمية مثل تلك الصروح للحفاظ على التراث المادي والمعنوي للثورة. يعني هو ليس فقط منشأة لها أغراض سياحية لنقل أو تاريخية، ولكن أيضا هي وسيلة لاستثمار، أو بالأحرى ما يجب أن نبحث عنه كيفية استثمار هذا الصرح لخدمة فكرة المقاومة وتحرير الأرض. سلطان الأطرش في آسيا هو نهر وغاني، سلطان الأطرش في إفريقيا هو عبد الناصر ونيلسون مانديلا، سلطان الأطرش في أمريكا اللاتينية هو غيفارا، سلطان الأطرش في أوروبا وخاصة في فرنسا هو ديغول محرر فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. وبهذا أختصر بتعريف سلطان الأطرش.
صارت عهد ما بين جد وابن مهد، صارت وشم عقلوبنا وبيرق نصر عدروبنا، وصيتنا بحدود سورية والدين لله والوطن للكل. لعيون عينك يا بطل، عالعهد رح منضل.